امراض القلب بجامعه الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي ليلى. اهلا بيكي دكتور. كنا عايزين نعرف حضرتك از تشيرمان وان اوف ذا بورد ممبرز يعني في كارديو اليكس, ازاي حضرتك شايف كارديو اليكس هيساهم في ارتفاع الاداء الطبي للاطفال؟ كارديو اليكس ده مش مجرد مؤتمر, ده فيستيفال او احتفاليه كبيره جدا بتضم الاف من الدكاتره المهتمين بامراض القلب بتشخيصه وعلاجه في مصر وفي الدول العربيه وفي اوروبا وفي امريكا وفي ايشيا وحتى في افريقيا. في تجمع حضاري كبير بيناقش كل الجديد في امراض القلب في طرق تشخيصه وفي طرق علاجه. بنتبادل الخبرات مع الدكاترة الأوروبيين والدكاترة الأمريكيين العالميين, وكمان بنعلم الدكاترة الصغيرة إزاي يتصرفوا وإزاي يتعلموا الجديد في أمراض القلب وطرق علاجها وطرق تشخيصها. كمان بالنسبة للمرضى بنزود الوعي عند المرضى. بكرة عندنا يوم مهم جدا في ازاي تحمي قلبك, ازاي نشجعهم على ممارسه الرياضه, ازاي نشجعهم على الاقلاع عن التدخين, ازاي نشجعهم على الحفاظ على الوزن السليم, ازاي نشجعهم على ان هو يتشاك الضغط والسكر والكوليسترول بتاعه. الحاجات دي كلها حاجات بتساهم في رفع الاداء الطبي سواء على مستوى المرضى او على مستوى صغار الاطباء او كبار الاطباء. اكيد دكتور, ايه الجديد في الاسطره؟ القسطرة دايما فيها جديد. انت عارفة دلوقتي بقى كل المرضى للأسف نسبة أمراض القلب ونسبة الجلطات والحاجات دي زادت جدا, وبالتالي ده بيواكبها تقدم رهيب في المجال ده ابتداء من طرق التشخيص باستخدام أساطر بتصور الشرايين من جوه زي أساطر الموجات الفوق الصوتية اللي من جوه الشرايين, وكمان تصوير بالإشعاع الضوئي جوه الشرايين بيدينا إيمج وصورة واضحة جدا اللي بيحصل جوه الشرايين من تكلسات وضيق وجلطات, وانتهاء بطرق العلاج الحديثة زي الدعامات الدوائية الحديثة الأجيال الحديثة منها, أو حتى النهاردة استخدمنا تقنية حديثة اللي هي البالونات الدوائية, ودي تقنية حديثة في استخدام بتستخدم في علاج مرضى حدوث ضيق في الشرايين التاجية بدون وضع دعامات حديدية جوه الشريان, وده بيساعد ان احنا نحصل على نتائج أفضل. والحمد لله احنا بنقوم بالاجراء ده في مصر وفي اسكندريه هنا زينا زي افضل المراكز العالميه في اوروبا وفي امريكا. اوكي, ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. متشكر ليكي جدا وكل سنه وانت طيبه. شكرا جدا.